اللي صار بالجلسة؟ مقاطعة لحد الآن مستمرة؟ ما زال موضوع الإقليم لم يتم حسمه، والكتل السياسية والقوى السياسية مجتمعة من أجل الوصول إلى بيانات قرارات حاسمة. مع العلم اللجنة المالية وأعضائها ما زالوا ثابتين على ما تم تصويت عليه داخل اللجنة المالية. طيب، راح ترجعون للجلسة بعد قليل إذا انعقدت؟ طبعا نرجع. شكرا جزيلا.